اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ سعيد. كل سنه حضرتك طيب يا فندم. وحضرتك طيب وبصحه وسلام يا فندم. استاذن حضرتك فندم، انا عايز الراي الشرعي في نقطه معينه في علم المواريث. اتفضل. دلوقتي يا فندم، انا اختي اتوفت من حوالي 15 سنه. طيب. ووالدي اتوفى من حوالي سنتين. طيب. تمام. هل اولاد اختي او ارمل اختي ليهم شرعا ورث في والدي؟ ارمل اختك مالناش دعوه بيه. طب واولاد الاخت؟ استنى بس، اسمع بس، انت بتتكلم دلوقتي على ميراثهم من جدهم ولا من امهم؟ من امهم طبعا هياخدوا. انا بقول لحضرتك بالترتيب اهو، الاحداث بالترتيب. اسمعني بس يا استاذ سعيد. استاذ سعيد ممكن تسمعني؟ احنا دلوقتي عندنا اتنين بنورثهم دلوقتي. تمام. الجد والام، صح؟ تمام. هم ليهم حق في ميراث الجد، هم ليهم حاجه في حق الجد في ميراث الجد اسمها الوصيه الواجبه. ايه هي الوصيه الواجبه؟ نصيب امهم او التلت ايهما اقل ما لم يكونوا قد حصلوا من جدهم على عطيه تساوي ده. يبقى عندنا اهو هياخدوا نصيب امهم او التلت ايهما اقل. كويس كده؟ مفهوم ده؟ اما انت بتسال بقى عن زوج الاخت اللي هي توفيت، طبعا هيورث فيها لان هو زوج، ولان هو في اولاد هياخد الربع، فهو هياخد من اخته هياخد من اخته. انت بقى بتقول هي ورثت كده ما ورثتش من ابوها، فهو هياخد من ميراث ابوها؟ لا، هو هيورث من ميراث البنت اللي هي اخت حضرتك ده، هو هيرث منها، ويرث منها باعتباره زوجا يرث الربع لوجود فرع وارث.